الإسحاقي، مدينة صغيرة ومركز ناحية تابعة لقضاء بلد في وسط محافظة صلاح الدين، تقع على نهر دجلة، تحيط بها العديد من القرى الزراعية وتمتاز بكثافة مساحاتها الزراعية. كانت الناحية أولى المناطق التي عمدت السرايا إلى تحريرها بعد مدينة سامراء، لما كانت تشكله من تهديد لحركة إمداد القطاعات العسكرية المتقدمة في صلاح الدين وحركة الزوار لمرقدي الإمامين العسكريين في سامراء والسيد محمد بن علي الهادي عليهم السلام في مدينة الدجيل. فناحية الإسحاق تعتبر أكبر نواحي قضاء بلد، وتمتد بموازاة الطريق الرئيس الرابط بين بغداد وصلاح الدين. في 26 من أيار 2015 أطلق سرايا السلام سلسلة عمليات لتحرير الناحية، وبعد أشهر من القتال البطولية تم تحريرها وتأمينها والطريق الرئيس المار بمحاذاتها بالكامل. تشهد الناحية اليوم استقرارا تاما وعودة أغلب الأهالي إلى مساكنهم وممارسة نشاطاتهم، وقد باشرت جميع مؤسساتها العمل بصورة طبيعية.